بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلوبيدوغريل من أكثر الأدوية اللي بتستخدم في الطب، وخاصة في الكارديولوجي وفي النيورولوجي. في لقاء سابق تحدثت عن الديتيلز أوف كلوبيدوغريل، اتكلمت عن الميتابوليزم لأنه هو برو دراج، اتكلمت عن الانديكيشنز وعن الكومون سايد افكتس. اللقاء ده هتلاقوه موجود على القناة على اليوتيوب. النهاردة إن شاء الله هتكلم عن واحدة من الرير اند سيريوس سايد افكتس اوف كلوبيدوغريل. قبل ما اتكلم عن الديتيلز اوف كلوبيدوغريل induced interstitial lung disease، اتكلم عن وات از كلوبيدوغريل. الكلوبيدوغريل ده واحد من الانتي بليتليتس من الثيانوبيريدينز اللي بتعمل كانتاجونست اوف بي 2 واي 12 ريسبتورز اللي هي موجوده على البليتليتس. عندي الثيانوبيريدينز دول ثلاثه ممبرز، منهم التيكلوبيدين ده انتهى مش موجود لان ليه سيريوس هيباتيك سايد افكتس. الممبر الثاني هو الكلوبيدوغريل، والممبر الثالث هو البرازيوغريل. دول السيينو بايريدينز وكلهم برو دراجز بيحتاجوا الى ميتابوليك اكتيفيشن عشان يشتغلوا. السيينو بايريدينز بيعملوا انهيبيشن للبليتلت اجريجيشن عن طريق الريفرسابل بلوكينج اوف بيورينرجيك بي 2 واي 12 ريسبتورز. كل السيينو بايريدينز ممكن تؤدي الى انترستيشيال lung disease. الجروب الثانية اللي بتعمل antagonist او بتعمل blocking للبي 2 واي 12 ريسبتور هي النون ثيانوبيريدينز اللي هم تيكا جريلور، كانجي جريلور، وإيلينو جريلور. دول مش برو دراجز، دول ترو دراجز ما بيحتاجوش ميتابوليك اكتيفيشن، ودي من الفروق بينهم وبين الثيانوبيريدينز. الاختلاف الثاني بينهم وبين الثيانوبيريدينز انهم بيعملوا ريفرسابل بلوكينج اوف بي 2 واي 12 ريسبتورز. النون ثيانوبيريدينز ما بيعملوش انترستيشيال لانج ديزيز كسايد افكت. ايه هي الكومون سايد افكت اوف ثيانوبيريدينز؟ الثرومبوثيتوبينيك بيربرا بيعملوا هيموريج، سواء كان الهيموريج ده ابيستاكسيس او هيموريج من الجي اي تي. رقم ثلاثة التيبيكال اليرجيك رياكشنز اللي هي بريوريتيك ماكيولار اريسيميتاس كونفلوينت راش ستارتنج اون ذا ترانك اور ذا فيس، وممكن معاها انجيو ايديما او ممكن يبقى معاها انافلاكتيك رياكشن. دي الكومون سايد افكت اوف ثيانوبيريدينز. كلوبيدوغريل induced interstitial lung disease ده rare serious side effect. الكلوبيدوغريل ايضا ممكن يؤدي الى alveolar hemorrhage او alveolar interstitial hemorrhage، وممكن يؤدي الى نيومونيا او الى eosinophilic نيومونيا. لكن كلامنا النهاردة عن الانترستيشيال الكلوبيدوغريل induced interstitial lung disease. الباثوفيسيولوجي للموضوع ده not well understood، ولكن في الغالب بيكون نتيجة allergy للكلوبيدوغريل او allergy للسايول. اللي يعضد النظرية دي، نظرية ان الموضوع اليرجي من الكلوبيدوغريل، ان لما بنعمل ستوب للكلوبيدوغريل بيحصل دراماتيك امبروفمنت، لما بندي ايضا كورتيكوستيرويد بيحصل دراماتيك امبروفمنت. ايضا الكلوبيدوغريل بيعمل اكتيفيشن للنيوتروفيل والماكروفاج اللي هو الاميون سيستم، وكل ده بيعمل اندكشن للفايبروزيس والسكارينج.
What is interstitial lung disease? الانترستيشيال lung disease ده group of diseases affect البارينكيما of the lung. بيعمل scarring وبيعمل fibrosis. The prevalence of interstitial lung disease is 20%. Higher in men than women. Higher in men than women. حوالي 2.5 إلى 3% بيكون سبب الانترستيشيال lung disease نتيجة drug intake أو نتيجة medication. What is the etiology of interstitial lung disease? عند ال common cause اللي هو الإديوباثيك. Unknown idiopathic interstitial lung disease. عند ال other etiology autoimmune disease ممكن العيان systemic lupus يحصل معاه interstitial lung disease أو rheumatoid arthritis whatever the autoimmune disease. Chemotherapy, radiation, drugs زي ال anti-tumor chemotherapy أو ال anti-rheumatic drugs أو بعض ال antibiotics أو الأنتي ديسريزميك دراجز زي الأميودارون. أيضا الانفيرومنتال أند أوكيوبيشنال إكسبوجر زي الجماعة اللي معا يشتغلوا في الأسبستوس أو بيشتغلوا في المناجم ممكن يحصل معاهم انترستيشيال لانج ديزيز. موضوعنا هو كلوبودوغريل انديوست انترستيشيال لانج ديزيز. إيه الكلينيكال بريزنتيشن؟ بيجيني المريض بياخد recently كلوبيدوغريل. عيان دخل في MI، عيان دخل في اسكيميك سيريبرو باسكولار ستروك والفيزيشن وصف له كلوبيدوغريل. خلال ايام 10 ايام 15 يوم فتره قصيره بدا استخدام الكلوبيدوغريل، بتبدا تظهر عليه اعراض شورتنس اوف بريث ومعاها تاكي كارديا، مايلد فيفر. مايلد فيفر ما بتكونش هاي جريد فيفر اللي هي بتاعت الانفكشن، بتكون هاي جريد فيفر لو حصل انفكشن اون ذا توب اوف انترستيشيال لانج ديزيز. لكن الانترستيشيال لانج ديزيز كلوبيدوغريل انديوست انترستيشيال لانج ديزيز اونلي بيكون فيها مايلد فيفر. بايلاترال شيست بين، بايلاترال شيست بين بيكون معاه انوركسيا ومعاه نوزيا. موضوع الكلوبيدوغريل انترستيشيال لانج ديزيز ده بيكون سيريوس، بتكون السيمتوم فيه بروميننت. عشان اعمل دايجنوزيس لازم اعمل انفستيجيشنز، بعمل اللاب باجد ان الليكوسيتيك كاونت الوايت بلاد سيلز وذين نورمال، ما بيحصلش فيها ماركت اليفيشن غير لو كان في انفكشن. لكن لما يكون انترستيشيال لانج ديزيز اونلي نتيجه الكلوبيدوغريل بيحصلش اليفيشن في الوايت بلاد سيلز. اهم نقطه الهاي ريزوليوشن سي تي، هاي ريزوليوشن سي تي ايه الرول بتاعه؟ بعمل اكسكلوجن للبلمونري امبوليزم، بعمل اكسكلوجن للتيبيكال ادفيرس افكت زي البلمونري انترستيشيال هيموريج، بلمونري انترستيشيال هيموريج. الهاي ريزوليوشن سي تي بيوضح ايه؟ بيوضح لوكالايزد فلويد كولكشن في بايلاترال جراوند جلاس ابييرانس اوف ذا لانج، بيحصل في بعض الحالات بالورال افيوجن وايضا في بعض الحالات ممكن يحصل بيري كارديال افيوجن. دي حاله من الحالات بتاعه الكلوبيدوغريل انديوست انترستيشيال lung disease. هنا في figure A واضح جدا diffuse crazy puffing، ده الكريزي puffing اللي هو الرصيف الغريب، ده شكل الكريزي puffing. crazy puffing and consolidation واضح جدا هنا في figure A، crazy puffing و consolidation. في figure B واضح في focal parenchymal bands، ده بيكون بين اللوبيول، واضح هنا السهم للفوكال parenchymal bands. الشكل ده هو التيبيكال بتاع الكلوبيدوغريل induced interstitial lung disease.
دي أيضا حالة sagittal left lung واضح فيها thickening of septal intralobar septal thickening واضح هنا جدا. وأيضا واضح لground glass appearance وأيضا واضح لcrazy puffing. What is the treatment of clopidogrel induced interstitial lung disease? Treatment very simple. نعمل stop للكلوبيدوغريل ونضيف كورتيكوستيرويد. بيحصل دراماتيك ريليف. الموضوع ده مهم جدا لانه هو لايف ثريتنينج. لو انا ما خدتش بالي منه وما كانش في دماغي المريض ممكن يحصل له ديث، بيحصل مورتاليتي. لكن لو الموضوع في دماغي رغم انه رير لازم يبقى في دماغي عشان اعمل جود مانجمنت للحالات دي. بكده كلامنا عن الكلوبيدوغريل انديوسد انترستيشيال لانج ديزيز انتهى. فيا رب تكونوا استفدتوا من اللقاء ده، وان شاء الله نلتقي في لقاءات اخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.